بفاميلي دائما عنا شق كبير للتوجيه، التوجيه المهني تحديدا لمساعده الشباب والصبايا يلي عم يتخرجوا من المدرسه لحتى يلاقوا الاختصاص يلي ممكن يساعدهم بالمستقبل، ولحتى ما يغيروا مثل ما عم نشوف حاليا ونلمس انه كل طالب او في كثير طلاب ببلشوا اول سنه وثاني سنه وبيرجعوا بيغيروا. منشان هيك معنا اليوم كارول نعمه. صباح الخير. بونجور رانيا. كارول حضرتك اخصائيه استشارات مهنيه او اورينتيشن كونسلتنت او كونسلر، وحضرتك موجوده اجمالا بالمدارس تحديدا بمدرسه القلبين الاقدسين بكفر حبيب لحتى تساعدي او تخلي الشباب والمراهقين يكتشفوا نفسهم اكثر ويكتشفوا وين ميلهم اكثر لحتى ينقوا ويختاروا الاختصاص اللي بيناسبهم تحديدا. اليوم بما انه عيد البشاره حبينا نتوجه لاختصاصات اكثر روحيه، رح بتخبرينا اكثر عن قد ايه عندنا اختصاصات روحيه ووين سوق العمل فيهم؟ يعني يمكن ناس كثير بيفكروا انه اختصاص روحي يعني بدي اقعد صلي بالبيت، هل هالشيء مزبوط؟ هلا معك حق انه اول شيء بحب عيد اللبنانيه بهالعيد يلي بحسسنا بالوحده، ومعك حق انه اليوم قبل كنا نفكر انه التيولوجي يعني خوري بده يعمل خوري، اليوم بطلت هيك، اليوم صار عندنا دراسات خاصه مثلا اشياء روحيه سيونس ريليجيوز او ليتورجي او تيولوجي. التيولوجي حتى مش بس للكاهن، هي متوجهه لكل شخص بده يتعمق اكثر بديانته، بده يتعرف اكثر على، فيها تكون لمعرفة شخصية أو فيها تكون بعدين لتوجه يعني بده يشتغل فيها. وفي كمان أشخاص بتحب أنه تدمج، إذا بدك بيكونوا مثلا عاملين أرشيتكتور بيحبوا انه بدهم يوجهوا هالارشيتكتور مثلا الهندسه الكنسيه بدها اختصاص يعني يدخل اكثر بالتفاصيل الروحيه. اكيد اكيد، يعني بناء الكنائس مختلف عن غير ابنيه، فمشان هيك اذا بنلاقي تلميذ الارشيتكتور اوقات من بعد اول سنه وثاني سنه بيدخل وبيعمل تيولوجي اذا بهمه هذا الموضوع، او يمكن يكون اصلا عم بيعمل موسيقى وبيحب كمان الموسيقى الليتورجيك، كمان في فوت ويدخل ويتخصص بالليتورجيا اللي كنا عم نحكي عنها امبارح انا وياك كارول، كمان فن، هو فن الرسم، فن ترميم الايقونات. اكيد هيدا يعني اذا بدك هيدا الار ساكري اصلا بفوت ب ان كان عملتي تيولوجي او ليتورجي بضل عندك مواد منه، وفي تخصص يمكن نحن بلبنان في هذا التخصص وبرا بعد يعني بالخارج بيكون عم يظهر التلميذ وبيقدر يتخصص بطريقه اكثر فنيه، بعدنا بالاول، ولكن في كثير ناس بيعتمدوا يعني الايكونوغرافي. نحن دائما بنحكي معك كارول عن كمان دور الاهل او حتى يمكن الصراعات ببعض الاحيان يلي بتصير مع الاهل، ولكن اسمحي لي اذكر المشاهدين انه بيقدروا يتصلوا ويطرحوا اي سؤال عن اختصاص ولدهم او حتى الشباب والصبايا يلي عم يحضرونا اليوم، ممكن يتصلوا ويستشيروا كارول نعمه وبتقدر تساعدهم بالتوجيه بطريقه ما، يعني لو كان اليوم هيك بطريقه شوي مختصره بدها تكون، ولكن ممكن تعطي فكره شوي اكثر عن هالموضوع. ارقامنا بتعرفون، ناطرين اتصالاتكم. كارول، كثير من الاوقات بيصير في هيك هالصراعات بين الاهل وبين الشباب، ويمكن الأهل أوقات بيكونوا مش موافقين أو بحبوا أنه هن يوجهون على اختياراتهم هن أو ميولهم هن لوين بحبوا يروحوا، وهالشي مش دايما بيناسب الشباب. وهالموضوع بالذات اليوم يعني الاختصاصات الروحية والدينية كمان ممكن يخلق بعض اللغط. أكيد مثل ما عم تقولي أنه هو أصلاً يعني المشكلة موجودة بكل الاختصاصات، أنه في عنا يمكن أوقات فكرة عن اختصاص معين ما بيطلع مصاري ما بيعيش، دونك هيدا أهم الأهل أنه يكونوا أولادهم مرتاحين ومبسوطين، ولكن التلاميذ بتحسي عندهم توجيه أنه توجه أكتر أنه يختاروا الأشياء اللي بيحبوها.
ومبارح كنت بالتحديد باجتماع للاهالي، شفنا كان في اهالي وكان في تلاميذ، شفنا انه الاهالي دائما بفكروا بالسيكوريتي بالقصص الماديه، بينما التلميذ بفكر بشو بحب لانه عارف انه هذا الشيء اللي هو بيقدر يبرع فيه. كمان اكيد مثل ما عم تقولي انه الدعوات بالنتيجه الاهل حلو هيك دعوات يكونوا بالعكس عم يسندوها، اوقات بخافوا خصوصا اذا كان مثلا ولد وحيد. ولكن بالعكس لازم يشجعوا. واكتشفت انه كثير تلاميذ من بعد ما يعملوا اول سنه، يعني انا ما بشوفها كشخص عم يشتغل بالمدرسه ما بشوفها اختيار من اول سنه، الا اكيد يلي عنده دعوه ودرس دعوته مع كاهن، ولكن راح صوب الرهبنة يعني كاهن او رهبنة. ولكن في اشخاص اول سنه ثاني سنه بس برجع بلتقي فيها بلاحظ انه عم تعملها كدوبل ميجر، يا عم تتخصص بالليتورجي يلي هي بياخذوا اكثر القصص الكنسيه اللغات القديمه، بياخذوا الموسيقى الروحيه الار ساكري الفن، او مثلا بيكونوا اتجهوا نحو الشانس ريليجيوز اكثر، يمكن حابين مثلا عندهم دور بالرعيه بدهم يهتموا بالاسره. اليوم في دبلومات خاصه للاهتمام بالاسره او دبلوم مرافقه روحيه، هذا الدبلوم مش بس للكهنه، هن اكثر يعني الاشخاص العلمانيه يلي عم بيتوجهوا نحو هذا الدبلوم، ويلي اذا بدك بيكون يا انه عندهم دور يعني يمكن اعطاء مجاني، بدي اقول انه مرافقه عندهم دور بالكنائس او بالمجموعات اللي هن فيها، يا انه ممكن يشتغلوا فيها مثل ما كنت عم تسالين. هيدي هي النقطه الاساسيه كارول، يعني نحن هون كمان لننبه او نفسر انه مبلغ فيه يكون عمل مثل اي عمل اخر، وفيه كمان يكون عمل مادي، يعني بيقبضوا باخر الشهر وبيطلعوا عمل مثل كل مهنه. يعني على الأكيد نحن مش عم نحكي عن شيء تجاري، اليوم التجارة هي اللي ممكن تطلع بكميات يمكن، بس في كمان مهن ما بتطلع، يمكن حكيم أو مهندس نحن بنفكر إنه بتطلع، بس هي في يعني واحد بيعيش بطريقة لايقة. كمان كشخص عم بيتبع هيك اختصاصات ممكن يشتغل كمرشد بسنتر ديكوت، ممكن يكون مرافق للسجون. اليوم عم نشوف أكثر إنه الأشخاص عم بتشوف أهمية القصص الروحية، إنه يهتموا. قبل كنا نهتم بس بالحالة النفسية، اليوم الحالة الروحية كمان مهمة، فبتلاقي إنه بالسجون ممكن يشتغلوا، بكل المنظمات اللي اليوم تشتغل مع العالمية، المنظمات العالمية حتى المنظمات العالمية اللي قبل كنت تهتم بالقصص النفسية بس، يعني من ناحية النفسية اليوم كمان في إذا بدك مرافقة روحية ببعض الأحيان، فيهم يكونوا كمان أكيد مدرسين كاتيشيز أو بالجامعة أو بالمدرسة حسب أكيد الدبلوم يلي هن اخدينه، لانه في الدبلوم بيقدر يكون ليسانس، بنقدر نوصل حتى للدكتوراه حسب يعني المجالات. وشو لازم يكون عندهم اختصاص اولي، يعني اذا هل ممكن يفوتوا دغري يتخصصوا مثل ما عم تقولي دبلوم، او اذا كان عندهم اختصاص ثاني لوين ممكن يروحوا؟ اذا كنا عم نحكي بالسيانس ايمان اجمالا يمكن مش بالضروره، مثل ما عم بقول لك في ناس اركيتكتور بيروحوا بيعملوا تيولوجي، بس اكيد يمكن المواد اللي بتتعدل هي كثير بسيطه، هيدا حسب الجامعه جرب النفسي يعني. صح، حسب يعني بدراسه ملف بيصير بيتم بدراسه ملف، بالاخص انه دائما في عندنا شيء اسمه اوبشنال، يعني في اختياري ببعض الحصص بنقوها اختياريا، ممكن يتجهوا ويعني بعدين يعملوا لها تعديل اذا بدهم يكفوا تيولوجي. ومن المدرسه من اي اختصاصات كمان لينتقلوا على هالاختصاصات الجامعيه، يعني هل لازم يكونوا علمي او ادبي؟
مش بالضرورة يعني إذا عم نحكي عن تيولوجي أو أي شيء حيا لشخص من الترمينال بيحب يفوت يعمل تيولوجي ليتورجي بيقدر يعمل أو سيونس ريليجيوز، بس المهم إجمالا بيكون بدراسة ملف، ما في إنه كونكورات أو أكيد بيكون في مقابلة شفهية ليعرفوا كمان قديش هو يعني انتريسي، قديه هو مهتم بهذا الموضوع. هلا إذا عم نحكي عن دي يو يعني يلي هو دبلوم لسنة مثلا بالمرافقة الروحية، اليوم في موجود هذا الدي يو، هل شخص بده يكون عامل بالأول يعني تيولوجي أو سيونس ريليجيوز؟ يعني في ليسانس معينة بدها تكون متاخدة من قبل، ليسانس بالمجال الروحي لحتى يقدر يكمل ويصير مرشد روحي، مش إنه مثلا بيكون عنده لنقول ليسانس بالعلم النفس أو بعلم الاجتماع ويتوجه ليعمل دي يو بال اجمالا يعني اجمالا لا بده يكون يعني اكثر عامل اختصاص بالدومين. كارول حضرتك وبضمن مجالك حتى بضمن خبرتك على الارض، هل في حاجه لهالاختصاصات؟ الحقيقه هو لو ما في حاجه ما كانوا خلقوا اذا بدك هالاختصاصات. اول شيء نحن بلبنان بلد يلي هو بين الغرب والشرق، هاي اولا. بعدين كل التفكير الديني والروحي والتطور خلق هيدي الحاجه، واليوم صاروا الاشخاص يكونوا يعني بالعكس عم بيشجعوا الاشخاص انه يروحوا نحو هالدراسات وهالاختصاصات، لانه اصلا بتنفع على صعيد شخصي، وانا بعتبر انه هالاختصاص هو فورماسيون دو باز اذا بدك، يعني الاساسي، لانه بالمواد اللي بياخذوها بياخذوا بسيكولوجي، بياخذوا انثروبولوجي علم الانسان، بياخذوا سوسيولوجي علم الاجتماع، بياخذوا اكيد بياخذوا مواد يعني مثل القران او تاريخ الكنيسه او الايمان والعقائد الكنسيه. يعني كل هون دائما اكيد الهدف الاساسي هو لبناء مجتمع افضل، اكيد ولنشوف حاجات المجتمع شو هي. انا بدي اشكر هالتوضيحات منك كارول نعمه، حضرتك اخصائيه بالاستشارات المهنيه، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. بريك مشاهدينا ومن بعد منتابع ام تي في الايف، تابعونا.